السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك رحمة الله وبركاته. أول سؤال بيقول يا شباب، بيقول لي في صدقة؟ الصوت كويس؟ ايوه كده في صدى. والله انت ضحكتنا احمد اكثر والله. ان شاء الله اشوفكم على خير كده قريب ان شاء الله بعد النجاح يا رب. في صدى كده يا شباب ولا الصوت كويس؟ بسم الله. لسه في صدى كده. واضح ان شاء الله، واضح يا رب. اول سؤال بيقول لي يا شباب، بيقول والله ايه هي الاشعاعات جاما؟ جاما ايه هي؟ عباره عن ايه؟ انا هتكلم، راح ناخذ سؤال سؤال وكل واحد يجاوب الاجابه بتاعته يحطها. تمام، الاجابه الاولى. جميل، وكل واحد يدي ايه؟ يدي نفسه ايه؟ يدي نفسه الدرجه بتاعته، كل سؤال من درجتين، تمام يا شباب؟ طيب، قال لي سؤال جميل، الاجابه بتاعت السؤال الاولاني اللي هي واحد. الإجابة الثانية بيقول لي مصادر الكاليفورنيو، بتطلع نيوترونات بطاقات إيه؟ كل واحد صح نفسه. الأمانة، الله أكبر عليك يا فرحان. اللهم صل على النبي، خلي بالكم من الأمانة عشان أستاذ فرحان. طبعا في مفاجأة إن شاء الله، بس بعد ما نخلص آخر الدورة إن شاء الله. الإجابة بيقول لي إيه؟ مصادر الكاليفورنيو. السؤال الثاني، هل هي المصادر بتاعتها النيوترونات اللي ناتجه عنها شديدة التفاوت وبشكل متجانس، ولا ثابتة، ولا متقطعة، ولا شديدة التفاوت ولكن بشكل غير متجانس؟ السؤال الثاني، الكاليفورنيوم طبعا هو مصدر مصادر جاء من مصادر النيوترونات اللي هي ذاتية، يعني هو الوحيد الوحيد اللي هو بيطلع الكاليفورنيوم 252 بيطلع نيترونات شديدة التفاوت، تمام، ولكن شكلها متجانس مع بعضها. بالإجابة الايه؟ الإجابة الأولى صح. طب للنيترونات اللي هي للكشف عن النيترونات السريعة، طبعا ايه أنواع النيترونات؟ قلنا في ثلاث أنواع النيترونات السريعة: النيترونات البطيئة، النيترونات الحرارية، تمام. النيترونات السريعة عشان أكشف عنها ينبغي إنه الكاشف الغاز اللي أنا هحطه أحطه فيه ايه؟ مادة معينة. ايه هو؟ أحط فيه هيليوم ورصاص ولا ثالث فلورايد اللي هو السؤال الثالث اللي هنتكلم فيه. السؤال سوري الثالث، لا عديتهم. نصف العمر الفيزيائي، الاجابه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ السؤال رقم ثلاثه. انا ضفت سؤال والله يا غالي. نصف العمر الفيزيائي اللي هو بصمه للنظير لا تتغير. جميل، يبقى الاجابه الاولى في السؤال الثالث، يبقى السؤال الاول الاجابه الاولى، الثانيه الاولى، الثالث الاولى. طب في السؤال الرابع بيقول لي للكشف عن النيترونات السريعه بستخدم ايه؟ كاشف غازي فيه نسبه من غاز كذا نوع معين ومحاط بطبقه من ماده معينه. هل هيليوم، غاز هيليوم ومحاط بالرصاص؟ طبعا النيترونات السريعه لازم اول حاجه انه الاجابه لو كان فيها حيحط بالرصاص دي اجابه خاطئه. يبقى الاجابه الاولى والثالثه خاطئه. الإجابة الثانية بيقول لي يا إما شمع البرابين أو البلاستيك، تمام، واحدة منهم صح. بس عشان أخاطر أغيره لازم أستخدم ثالث كلوريد كلور اللي هو بالإجابة الثانية اللي هي الإجابة به هي إيه؟ هي الصحيحة. جميل. بيقول لي السؤال الخامس، معايا مصدر من إشعاعي بيطلع لي طاقة مقدار جرعة مقدارها نص 5 مللي سيفر
لكل ساعة. عايز أعرف الجرعة التي يتلقاها الفني أو العامل لمدة 3.5 ساعات من الميكرو سيفرت. السؤال الخامس، أعمل إيه يا شباب؟ هو بياخد 14%. الإجابة طلعت، طلعتيها حضرتك كام؟ أحمد سعيد بيقول لي 14% ميكرو سيفرت. طب خلال 3 ساعات 5 3 5. ليه كده يا عم احمد؟ ماشي. انا بقول تمام. احمد بيقول لي ايه؟ وعايشه بتقول لي 175. ما تمام يا عايشه. احمد بيقول لي الدوز ريت اللي هو معدل الجرعه اللي هياخدها اللي هيتلقاها حسب معدل الجرعه الناتجه من المصدر في الزمن. طب هو هنا عندي 5% ملي سيفر، عشان تبقى 5 من مايكرو، واحد حولها بالايه؟ الجرعه بالمايكرو سيفر. هضرب في 1000 اللي اقسم على 1000 الاول عشان احولها للمايكرو. هضرب في 1000 عشان من الكبير للصغير هضرب، مش اقسم مع احمد الجراد. عائشه نضرب في 1000 تمام. يبقى هقول كام؟ هقول الجرعه اللي هتلقاها هتبقى 5% ضرب 1000 هتبقى 50 مايكرو سيفرت في كل ساعه. 50 مايكرو سيفرت في كل ايه؟ في كل ساعه. يبقى بالتالي هيبقى عندي ايه؟ اضربها في العدد الساعات اللي هي بتلقاها الفني ب 3.5 في 50 هتديني 175 مايكرو سيفرت خلال مين؟ خلال الثلاث ساعات ونص. يبقى الاجابه بتاعتها كام زي ما قالت؟ مين اللي قال اول؟ عائشه. 175 مايكرو سيفرت خلال، سوري هنا انا كتبت خلال 3 ساعات ونص، هنا خلال 3 ساعات وايه؟ ونص، مش خلال ساعه. يبقى الجرعه اللي هتلقاها خلال 3 ساعات ونص هتبقى 175 مايكرو سيفرت. اوكي؟ طيب. بعدين بيقول لي تنتقل النيترونات، تمام يا عائشة؟ أيوة يا عمك فرحان، أنا قاعد مراقب ليك. بيقول لك تنتقل النيترونات السريعة إلى خلايا الإنسان عن طريق إيه؟ طبعًا لما هتصطدم النيترون السريع بخلايا الإنسان هيصطدم، تمام يا عم الحاج غالي. لما هيصطدم بالجسم الإنسان، جسم الإنسان قلنا إن هو أغلبه هيدروجين، فبالتالي هيبقى التصادم بتاعه مرن. ليه؟ لان الاثنين بيصطدموا مع بعض بكتلتين متشابهتين، كتله نيترون وكتله مين؟ وكتله بروتون. كتله نيترون وكتله ايه؟ بروتون. فبالتالي هتبقى الاجابه بقى اللي هي الاجابه مين؟ الثانيه. طب السؤال رقم 7 بيقول لي وحده التعرض الاشعاع العالميه، التعرض بتاعها بايه؟ سيفرت ولا جراي ولا بكرل ولا كولوم؟ فاطمه بتقول جراي وعبد العزيز بيقول بكرل. ايه هو التعرض يا حاج يا شباب؟ ورحمه بتقول سيفرت. ما حدش قال حسنين حتى ولا رحمه؟ بكرل عم احمد. يا شباب الخير، مش بنقول الاشعاع هو وفي مكانه، المصدر المشع النظير المشع هو، الله يفتح عليك يا عم فرحان، دكتور فرحان صح يا رب. قال لك المصدر المشع هو وفي مكانه، مش الوحده بتاعته يا بكري يا كيوري. هو بطبع الاهليه بسميها ايه؟ الشده الاشعاعيه، مش تعرض، الشده الاشعاعيه الناتجه عنه، تمام يا عم. بعد كده هيعمل ايه؟ لما يطلع ويصطدم بجسم الانسان، تمام، هيعمل ايه؟ لما هيصطدم بجسم الانسان، لما يصطدم بالهواء ايه هيعمل؟ لحظه واحده بس يا شباب. السلام عليكم. لما هيصطدم بالهواء هيحصل ايه؟ مش هيعمل ان تاثير الجسم ده على الهواء، تاثير الاشعاع بتاعي ده على الهواء هيؤثر الى ايه؟ هيبقى وحده التعرض بتاعي على كل كام؟ هيبقى كام؟
هيبقى كولون لكل كام؟ للكتلة تحت للكيلو جرام، كولون للكيلو ايه؟ للكيلو جرام. جميل يا عم احمد. يبقى الاجابه في السؤال الثالث وحدة التعرض الاشعاعي بتبقى في ايه؟ كولون للكيلو ايه؟ للكيلو جرام. جميل. الروتنج الوحدة القديمة لا للتعرض اه تمام يا عم ماشي حاج ابراهيم. طب السؤال الثامن بيقول ايه؟ يا شباب السؤال الثامن بيقول افضل جهاز مسح اشعاعي لمسح معدل الجرعه الاشعاعات جامع في مجال مختلط لهذه الاشعاعات. مجال مختلط لهذه الايه؟ الاشعاعات. ايه كلمه مختلط لهذه الاشعاعات؟ طب وايه كلمه مسح يا شباب عشان تكونوا اخترتوا اجابه صح اللي هي الرابعه. بس صح لو انا ما كانش في مكتوب عندي مسح اشعاعي، لو كان عندي قياس جرعات جاما او معدلات جاما لمين؟ لجرعات. معدلات جاما ايه؟ معدلات جاما لو عايز اقيس جرعات جاما لايه؟ في مجال مختلط لطاقات مختلطه، هختار مين؟ هختار كشف الجرمانيوم. لو انا هقيس جرعات جاما لاشعاعات جاما في مجالات مختلطه من هذه ليها طاقات مختلفه عشان اعمل فصل في الطاقه، هاخد كشف الجرمانيوم. طب هعمل ايه لما يكون عندي جهاز مسح كلمه مسح اشعاعي بجهاز صغير في ايدي عايز اسحب اقيس الاشعه الجاما الموجوده عندي في المجالات مختلطه من الاشعاعات في اكثر من مجال من اشعاع مش اكثر من طاقه. هختار ايه؟ اختار عم احمد سعيد بيقول لي اختار غرفه التاين. ليه؟ غرفه التاين هتقدر تعمل لي ايه؟ تفصل بين انواع الاشعه المختلفه. لكن عدد كاشف الجرمانيوم اللي هو الاجابه الثالثه هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي عمليه فصل بين مين؟ بين الطاقات، يعني عندي كان طاقه جاما دي اكثر من طاقه الجاما اقدر احددها عن طريق مين؟ اسمه ده كشف الجرمانيوم. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي ايه رقم 9؟ قال لي التدريب الكافي للعاملين في الممارسات التي تتضمن مصادر الاشعاع وتقوم الامان هم مسؤوليه مين؟ عشان ان جميل يا عم جلاله مدير المنشاه ولا العامل ولا مسؤول الحمايه؟ لا المدير المنشاه هو المسؤول يا نور عيد. هو المسؤول عن التدريب، هو اللي لازم يوجه الناس تتدرب. لو ما حصلش تدريب انا ما اقدرش اجازي مسؤول الحمايه، لكن اقدر اجازي مين؟ المنشاه نفسها كمديرها. طب من جميل الاجابه الثالثه. السؤال الثاني العاشر بيقول لي من شروط صحة قانون التوهين الأسي. من شروط صحة قانون التوهين الأسي. تمام. هل هو فوتونات التي تكون ضيقة ولا وحيدة الطاقة ولا سمك الجدار صغير ولا كل ما سبق؟ إجابة جميلة. كل السؤال رقم 10 كل ما سبق هو الصحيح. طيب ممتاز. بيقول لي هنا عندي مصدر إشعاعي يعطي الشدة إشعاع. مصدر إشعاع السؤال كان 10 بيقول لي عندي مصدر إشعاع يعطي شدة إشعاعية مقدارها 15 من 100 ملي سيفرت كل ساعة، ويعمل أخصائي التصوير الفني بتاعي لمدة 2.5 ساعات. عايز أعرف الجرعة المستلمة اللي هياخدها بالرم. هعمل إيه الأول؟ اول حاجه الدوز زي ما كان كتبها في المعادله في المحاضره في السؤال السابق بيقول لي ايه الجرعه اللي هيستلمها بتساوي الجرعه اللي طالعه منه في الفتره الزمنيه اللي هي كام؟ لو كانت 50 مللي 15 مللي ممتاز يا رايد. لو كانت 15 من 100 مللي سيفرت احولها ايه لجرعه. طب كل سيفرت الواحد سيفرت بيساوي كام رم؟ الواحد سيفر يساوي كام رم؟ 100 رم. الله ينور عليكم شباب الله اكبر عليكم. طيب بالتالي انا اعمل ايه اول شيء؟ اقول ايه؟
اول حاجه اقول انا عندي ان كل احول الوحده بتاعتي مثلا 15 مللي سيفر، لو كان عندي الواحد سيفر تساوي 100 ريم يبقى الملي سيفر تساوي كام ريم؟ الواحد ملي سيفر تساوي كام ريم؟ ها؟ آه. لا مش 6.5، الاجابه الصح كانها رايد شويه. ها؟ الواحد سيفر هيساوي كام ريم؟ هيساوي لا مش 15، الواحد سيفر الواحد ملي سيفر يساوي 1/10 ريم، عشان هقسم على ايه؟ على 1000 للكل عشان احولها من سيفر لملي، هيبقى 100 على 1000 هتساوي 1/10 ايه؟ ريم. بالتالي عندي الجرعه بتاعتي عشان احولها للريم هقول ايه؟ ان بتساوي 15 من 100 ملي سيفر لكل ساعه، اضربها في 1/10 تتحول لريم لكل ساعه، هتبقى 15 من 1000 ريم لكل ساعه. طيب بعد كده هقول ايه؟ هقول ان الجرعه اللي هو هيكتسبها خلال الساعتين ونص اضرب ال 15 من 100 في الكام؟ في 2.5، 2.5 هتبقى كام؟ هتبقى 37 من 1000 375 من ايه؟ من 10000، يعني 375 من 100 في 10 سالب 2 الكلام ده ريم اللي هي الجرعه خلال الفتره، عشان كده بنقول كلمه الايه اللي هي باي 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 اور او باي دوز. تمام؟ يبقى انا عندي اول سؤال سهل وبسيط نفس الفكره بسيطه، ان انا اهم اعرف ان التحويل زي ما قال الدكتور خالد زمان اكيد ان التحويل من سيفر لواحد سيفر تساوي 100 ريم، بالتالي الريم الملي سيفر هقسم على 1000 ومره لما دخل وطلع ثاني راح مشوار ولا رجع ايه؟ مكان داخل لي ساعتين. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ تمام؟ يبقى كده ده التحويل من من ملي سيفر لمين؟ للريم. الواحد ملي سيفر تساوي 1/10 ريم. جميل. طب السؤال اللي بعديه بيقول لي اذا علمت ان الزمن الميت لعداد جيجر طبعا مين كان بيشرح لنا الزمن الميت يا شباب؟ دكتور مين؟ دكتور سامي الحربي ولا الدكتور قال لي الزمن الميت بتاعي كان 2×10^4 لكل ثانيه، وبيصل للعداد فيض من الجسيمات مقداره 3000 في جسيم في كل ثانيه، 3000 جسيم في كل ثانيه. أوجد إجمالي الزمن الميت للعداد ونسبته المئوية ومعدل العد الذي يسجله إيه هذا العداد، أعمل إيه يا شباب؟ حد يفتكر؟ هو النت قطع عندي أنا وأنتم مش حاسين بيه ولا إيه بالظبط؟ رحت تصلوا مثلا وسبتونا يا شباب؟ موجودين واحنا انا عايز اسمع حسكم. طيب بص يا شباب سهل المثال ده عشان تكونوا مش مركزين فيه، وشرحونا الدكتور اكيد الدكتور سامي. بيقول لي ايه المثال ده؟ بيقول ايه؟ بيقول لي انا عندي الزمن الميت كذا اللي هو اللي بدي له رمز التاو او تي اللي هي ايه ملويه شويه، تمام؟ بتساوي يساوي ايه قال؟ عشان اجيب معدل العد اللي بيعده العداد بقول بيساوي العد الاصلي، العد اللي عده لي. طب انا اشرح حته بسيطه عن الموضوع ده، العد ايه يعني الفكره بتاعت العد يا شباب؟ انا عندي الاشعاع مصدر الاشعاعي هو طالع من 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 النظير المشع، تمام؟ يتحرك في الهواء مسافه معينه لغايه لما يصل لمين؟ للكاشف. لما يصل للكاشف هيدخل جوه الجهاز عندي ويعمل عمليه التأيد. كل فوتون او جسيم مشع يصل للماده المش للمؤينات بتاعتي او العداد بتاعي او الكاشف بتاعي هيعمل تأيد واحد مثلا. طيب في اللحظه اللي هو بيعمل فيها التأيد دي، في اللحظه دي اللي هو بيعمل التأيد بتاع الاشعاع ده وبيعده،
كان ممكن يكون عدى فوتون ثاني وما عرفش يعده. هذه في اللحظه دي بسميها لحظه الزمن. ايوه يا عم احمد، الار ريال بيساوي ار على واحد ناقص لا في حاجه بين واحد ناقص وفي واحد زائد، تمام انا هتكلم عليه. طيب في الحاله دي هيحصل ايه؟ هيديني مين؟ في اللحظه هو زائد مش ناقص. واحد زائد. في اللحظه اللي هو بيكون بيعد فيها بيكون كلمه ميت، يعني ايه؟ مش هيعرف يعمل اي عمليه اخرى، لا هيعرف يعد ولا هيعمل تأين ولا يعمل شيء، فبالتالي بسميه الزمن الميت للعداد او للكاشف. طيب فبيقول لي ايه؟ العد اللي هو بيعده اللي ايه؟ الحقيقي اللي هيعده الجهاز هيوصل مثلا، قال لي انا وصل على الباب بتاع الكاشف عندي 3000 مين؟ 3000 فوتون او جسيم. جميل. ال 3000 دول ما عرفش يعدهم الكاشف، ليه؟ لان هو بيعد كان بيعد وفي ناس تعدم في ظهره، هو مش واخد باله. فعشان كده بيقول لي هيكون العد الحقيقي اللي هيعد، العد اللي هيعده الكاشف في اللحظه دي هيساوي مين؟ هيساوي العد بتاع اللي هو وصل عدد الجسيمات على واحد زائد عدد الجسيمات في فتره الزمنيه اللي مات فيها، في الفتره الزمنيه اللي مات فيها او مات ايه؟ ما اشتغلش فيه. يبقى هيساوي ايه؟ الجي بتساوي كرمز او زي ما هو الار ريال زي ما كان بيرمز له الدكتور سامي، الار ريال بتساوي الار ريال الار نت او هو الار الحقيقي، يعني العدد الحقيقي النت اللي هو العدد الحقيقي بتاعي على واحد زائد الان اللي هو العدد الحقيقي اللي وصل الكاشف مضروب في الزمن الميت. هيبقى 3000 على واحد زائد كذا يديني القيمة دي. لو أنا عايز أعمل العكس يا عم أحمد يا سعيد، إن أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعرف العدد اللي هو الحقيقي عن طريق العكس. يعني إيه؟ يعني أنا عندي الإن المجهولة عندي دي اللي هي الإيه؟ اللي هي أنت كنت رمز لها مثلا الآر الآر ريال اللي هي مجهولة عندي، الآر ريال مجهولة اللي هي 3000 بالنسبه لي. يبقى هقول ايه؟ الار عاديه اللي انت رمز لها ار او الان زي ما انا برمز ان. والله سمحت مفيش حد عندي يا زهر ما دخل. مروان موجود رحمه. مروان موجود ها؟ وقال له تو ريكورد ها؟ يبقى انا عشان اجيب هنا بقول جي ده اللي هو العدد الايه اللي عده الكاشف في اللحظه اللي هي وصل فيها 3000 جسيم عليه. لما وصلوا 3000 جسيم الكاشف عندي راح قال لي كيف؟ قال لي لا انت اللي وصل عندي اللي انا شايفهم 1875. تمام؟ يبقى هو عندما يصل للكاشف ده 3000 جسيم هو هيعد لي يطلع لي قراءه 1875. طب كده جميل. طب بعديها بيقول لي عايز ايه؟ عايز احسب اجمالي الزمن الميت للعداد. ايه يعني اجمالي؟ الفتره اللي هو بيبقى فيها العداد ده مش شغال في كل ثانيه، لكل ايه؟ لكل ثانيه. فانت بتقول لي هنا عندي انه الزمن الميت بتاعي كان 2 في 10 اس سالب 4. 2 في 10 اس سالب 4. دي ايه؟ ده المقدار الثابت او اللي يميل للكاشف بتاعي. لما اضربه في عدد اللي عدهم، العدد اللي عده، يعني ايه؟ تخيل كده، احنا هنتخيل انا قاعد على باب الفصل بتاعك في المدرسه، جميل كده يا شباب؟ وفي 50 واحد داخلين، وانا ماسك الكشف بتاع الحضور والانصراف بتاع الاختبار دلوقتي، جميل؟ فانا بيقول ايه؟ انا لو بدخل راح دخل مين؟ دخلت لك الحاج ازهار. راح من ورانا من غير ما احس، دخل مين؟ مروان، انا ما عدتهوش. دخل بعديها عمك عبد العزيز وحسنين. ففي ناس انا قعدت اعدهم وفي ناس من جوه دخلوا من ورايا من غير ما احسهم. الفتره اللي انا بكتب فيها كلمه ازهار اخذت جزء من الزمن. ففي اللحظه دي كان دخل مروان من غير ما نحس بيه. احمد سعيد انا ولسه بكتب اقول احمد سعيد رقم كذا ولسه بكتب الهويه بتاعته برضه كان في حد دخل عني. فبالتالي كل فترة زمنية أنا ببقى مشغول فيها بعد مثلا مروان أو بعد أحمد بعد أزهار أو بعد أحمد سعيد عندي، تمام؟ كان في غيرهم دخل، فدي بعتبره زمن ميت ما عديتش الناس اللي دخلت جوه.
لما اضربهم في العدد، كل العدد اللي انا عديتوه، العدد انا عديت كام من الخمس من ال 100 واحد اللي كانوا واقفين حضراتكم اللي كنتوا واقفين على الباب في الفصل، عديت 37، اضربهم في زمن الميل بتاعي يديني الزمن اللي انا كنت فيه مش مشغول. يعني فاهمين الحته دي؟ يعني ال 50 طالب اللي حضراتكم انتوا داخلين على الفصل من جوه وكله عايز يلحق ياخد كرسيه، بس انا عايز نفس الوقت عايز اسجلكم، اسجل اسمائكم، فانا وبسجل رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه انا وبعد وبكتب الاسماء وبس عشان بطيء شويه، كان في غيركم بيدخل من ال 50، انا سجلت 37 واحد، في حين اللي لقيتهم دخلوا جوه ببص على الفصل لقيته 50 واحد في الفصل، معناها ان انا في ال 37 دي لو كل طالب اخذت فيه نص ثانيه، لما اضرب النص ثانيه في ال 37 هيديني مثلا كام؟ هيديني مثلا 18 ثانيه انا كنت فيهم مشغول. يبقى خلال الدقيقه اللي انتوا دخلتوا فيها كلكم كنت في 18 ثانيه انا مشغول عن ايه؟ عن الباقي. دي بسميها زمن ميت للعدد. ان شاء الله تكون مفهوم. اوكي يا شباب؟ فبالتالي عشان اعرف الزمن الكلي اللي كان ميت فيه اضرب المعدل بتاعي اللي هو 2 في 10 سالب 4 اللي انا اديتها مثال في ايه؟ عوض فاهم ولا بتقول لي ايش صباح الفل؟ اوكي. الزمن ده اللي هو 2 في 10 4 في 10 سالب 4 هو نفس الزمن اللي بقول لك ان انا عمال ما كنت بكتب مروان او بكتب اسم كلمه مثلا ازهار، انا وبكتبها كده اخذت ايه؟ اخذت نص ثانيه. فدي خلاص لكل واحد بكتبه اخذت نص ثانيه، اضربه في العدد اللي انا كتبته يديني الفتره اللي انا كنت فيها مش عارف ايه اعد، انا كنت ميت مش حاسس بايه؟ بالناس اللي داخله من في ظهري. جميل يا شباب؟ فكده عشان اجيب العدد اللي انا عديته اقول ايه؟ العدد اللي انا عديته انا كاشف، العدد اللي عديته ككاشف بشوف العدد الاصلي اللي وصل للجهاز اللي هم 50 او هنا في المثال ال 3000 جسيم لكل ثانيه. تمام. لما ال 3000 اقسمهم على 1 زائد ال 3000 مضروب في الزمن اللي انا بكون ميت فيه. الزمن اللي انا ككاشف بكون ميت فيه، لكل فرد انا كم واحد عندي 3000 اضربهم هيديني ان انا المفروض العد اللي انا عديته كان لل 3000 عديت بس 1875. طب عشان اجيب الزمن بتاعي كام اقول؟ اقول الزمن الكل اللي انا كنت ميت فيه يساوي العدد اللي انا عديته، كام عديت يا حاج؟ قال لي انا عديت 1875 في كام يا شباب؟ في الزمن الميت اللي المعدل المعامل بتاعي 2 في 10 سالب 4. طبعا كل كاشف ليه زمن ميت محدد فانت بتشترك بمكتوب عليه. بالتالي يبقى معناها ايه؟ انه 375 من 1000 من ال 100 من ال 1000 بيكون فيها ميت خلال الثانيه. يبقى نسبته لو انا عايز اضربه اجيب نسبه مئويه اضرب القيمه دي في 100 واديها على 1 من 100 يبقى اديني كام؟ يبقى 37 ونص من 100 من الزمن بتاعي. يعني انا لو كنت واقف دقيقه يبقى 37 ونص من الدقيقه بتاعتي كنت فيها مش حاسس. اوكي يا شباب؟ طب امتى كنت بتعد؟ 62 اقسمها اطرح ال 37 من 100% يديني 62 ونص من 100 كنت انا حاسس وبعد وبسجل الناس اللي عدت. يبقى الاشخاص اللي دخلت عندي في الفصل وكنت بعدهم دول كان اعدادهم ايه يا شباب؟ كنت بقدر اعد فيهم في 62% من وقتي. لكن في 37 و2 و5 من 10 من باقي الوقت لا كنتش حاسس بيه. طب لو انا قلت يا شباب قلت بسال سؤال بقول لا طب ايه هو؟ لو انا قلت لك والله بيقول لك في كاشف وهناخدها مثال موجوده في مساله ثانيه. في كاشف عندي زي ما كان بيقول احمد سعيد كاشف عد 1000 عده اوجد عدد الفوتونات التي وصلت لسطح الكاشف. يبقى لما يجي يقول لي اوجد عدد الفوتونات التي وصلت لسطح الكاشف كاشف لو انا كنت هاخد في القانون بتاع اللي هو الار ريال او الار الحقيقي الار ريال يساوي الار نت على 1 زائد ان الار نت في التاو اروح اعكس عشان اجيب الار نت نت اللي هو اللي وصل تمام لسطح الكاشف مش اللي انا عديته اقول على 1 ناقص مش 1 زائد. اوكي يا شباب؟
بيقول لي انا عندي ايه؟ قال لي حد الجرعه احنا عارفينه اللي هو بتاع الناس اللي بتشتغل عندي في الاشعاع 20 ملي سيفرت لكل مين؟ لكل سنه. فاذا كان معدل الجرعه في احد المخازن هو 50 مايكرو سيفرت، يعني عندي مخزن معدل الجرعه اللي بيطلع مني من منه فيه حوالي كام؟ 50 مايكرو سيفرت لكل ساعه. طب كم ساعه يشتغلها في الاسبوع؟ يبقى اول شيء عندما يكون العامل لا يتعرض لمصادر اشعاعيه، والثاني لو كان بيتعرض لمصدر اخر بيديله حوالي 15 ملي سيفرت خلال السنه. اول حاجه اقول ايه؟ اقول الجرعه، انت بتشتغل كم ساعه في الاسبوع يا حاج؟ قال لي انا بشتغل مثلا، هنا عايز اعرف كم ساعه في الاسبوع؟ اقول والله في الاسبوع بشتغل 40 ساعه، مش احنا قلناها خمس ايام في ثمان ساعات يوميه، يبقى معدل الجرعه بتاعه كان 40 ساعه في الايه؟ في الاسبوع. طيب هو في ال 40 ساعة دي بياخد جرعة قد ايه؟ واحنا حسبناها قبل كده، مش كل ساعة حسبناها لقيناها 10 مايكرو سيفرت في الساعة، بالتالي هو اسبوعيا المفروض ياخد معدل جرعة مقداره 400 مايكرو سيفرت خلال الاسبوع. 400 مايكرو سيفرت خلال الاسبوع. يبقى هو والجهاز بتاعي بيطلع قد ايه؟ اللي هو المخزن اللي انا قاعد شغال فيه بيطلع 50 مايكرو كل ساعه. اقسم ال 400 مايكرو اللي هو هياخدهم خلال الاسبوع على الجرعه لكل ساعه، يبقى 400 على كام؟ على 50. الله ينور عليك يا سوسن. هيديني كام؟ 80 مايكرو في اليوم، صح. هيديني ايه؟ 400 على 50 يديني 8 ساعات في الايه؟ في الاسبوع. بالتالي انا العامل بتاعي ما يشتغلش في داخل المخزن ده اكثر من 8 ساعات عشان ياخد حد الجرعه. بس حد الجرعه ده امتى يا حاج؟ امتى؟ قال لي حد الجرعه لما يكون مش شغال في مكان ثاني. عشان هو لما يكون مش شغال في مكان ثاني ال 20 سيفرت ممكن ياخدهم من الشغل بتاعي، من المكان بتاعي انا عندي. اه ال 20 سيفرت هياخد ال 20 ملي هياخدهم من المكان بايه؟ بتاعي. عشان كده حسبت قلت والله انا لو ما يتعرض لاي مكان لاي اشعه اخرى، عشان كده قلت والله انه هو المفروض بالتالي يشتغل عندي 40 ساعه، في ال 40 ساعه هياخد فيه 400 مايكرو في الاسبوع. اقسم ال 400 مايكرو على ال 50 مايكرو يديني ان هو شغله خلال الساعه كام؟ 40 ايه؟ 8 ساعات. طب لو هو اشتغل ايه ثاني؟ لو هو اشتغل عندي في مكان ثاني وبياخد فيه 15 جرعه، يبقى بالتالي هو المفروض عندي انا لما اجي اشتغل عندي اقول له لا انت كده حدك في السنه عندي انا 5 ايه؟ 5 مللي. بالتالي بدل 5 مللي ال 5 مللي احولها لمين؟ للمايكرو، يبقى 5000 مايكرو خلال مين؟ خلال كام يا شباب؟ اكتبوها، خلال السنه 5000 مايكرو، عشان هو بيتعرض لجرعه ثاني 15 في مكان ثاني. ال 5000 مايكرو خلال السنه اقسمها على ال 50 اسبوع يديني كم 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 جرعه عندي في الاسبوع المفروض؟ 5000 على ال 50 يديني 100 مايكرو سيفرت خلال كم؟ 100 خلال الاسبوع الواحد. بالتالي لو هو هيشتغل عندي في المخزن ده اقول ال 100 مايكرو اقسمها على الجرعه اللي بيطلعها كل ساعه، 100 على ال 50 يديني ساعتين بس يشتغلها. سهله ولا صعبه يا شباب؟ سهله مش عارف. بيقول لي ايه هو دي سهله؟ قال لي طبقه السؤال رقم 14. سهل. الاجابه ايه؟ جميل. بيقول لي الطبقه اللي بتسمح بمرور 10% من الفوتونات وتوهن ال 90 نسميها طبقه ايه؟ السمك العشر. الاجابه ايه؟ بقى طب حفظ السجلات التعرض الشخصي للعاملين تعتبر مسؤوليه مين؟ اداره المنشاه ولا المسؤول ولا العاملين ولا الجهاز الرقابي؟ الاجابه الاولانيه العاملين طبعا، لا انا مش فني كل فني اقول له شيل الشيله بتاعتك، ولا الاجابه الثالثه اللي هي الرابعه الجهاز الرقابي مش مسؤول، هو ده هو بيفتش عليه. يبقى عندي اما الاجابه باء اما الاجابه جيم. الاجابه باء، لو انا سجلات التعرض الشخصي اللي هي اليوميه، الله ينور عليك يا عم ابتهاء ولا مشاعر، بتقول لي ايه؟ ان هو
السنة دي أنا اتعرض عندي الفني لكذا كذا، هقول له أقول تعرض ولا هقول له خد الإدارة شيله؟ لا، هو المسؤول عنه مسؤول الحماية، لكن كل فترات زمنية طويلة بتبقى مخزونة عندي لما بتغير المسؤول الحماية، اللي هي السيدات اللي هي بتاخد 30 سنة أو أكثر، دي مسؤولية إدارة المنشأة مدير المنشأة، تمام؟ لكن الإجابة هنا في رقم 15 هي الإجابة باء، ورقم 14 الإجابة باء، اللي هي طبق سمك الايه العشر، يبقى باء في الايه في ال 15 وفي الايه في ال 14. طب يقول لي وحدة النشاط الإشعاعي المعياري كذا والعالمي كذا، الإجابة رقم كام من اليسار لليمين أو من اليمين ده؟ جميل، الإجابة في المعيار التقليدي يعني كيوري اللي هو تمام، والنظام العالمي اللي هو البكرل، يبقى الإجابة رقم كام يا عم أحمد؟ الأولى ولا الإجابة رقم أربعة، يبقى الإجابة رقم أربعة هي الإجابة الإيه الصح الإجابة ده. طب من مصادر النيترونات الفوتونية اللي هي إيه بتطلع فوتونات، لازم نكون ناتج عن التفاعل فيه فوتونات، هتكون مين؟ أول حاجة ديتيريوم، نيتريوم، تيتريوم، دي إجابة خاطئة، ألفا خاطئة لأن داخلها كل الجسيمات. يبقى الإجابة كلمة فوتونات، يبقى أشوف حاجة فيها فوتونات، كانت مين عندي؟ كان عندي جيم، الإجابة رقم جيم اللي هي جاما نيوترون بيريليوم 9، ودي إجابة حق صحيحة، يبقى الإجابة عندي في السؤال 17 جيم. طيب معدل الجرعة على مسافة 2 متر من مصدر جاما هو 400 مايكرو، على اي مسافه يكون فيها الجرعه 25؟ يبقى عندي الار 1 دي 1 تربيع تساوي ار 2 دي 2 تربيع، المسافه الديستنس ده ار 1 بكام عندي؟ ب 400 على مسافه كام؟ جميله يا احمد، الله عايش والله رايق كله تمام، على مسافه مترين، يبقى 400 في مترين تربيع، يبقى 400 في 4 تساوي، عايز اعرف الار 2 المجهول عندي في مسافه كام؟ في مسافه 5، في مسافه لا هو عندي الجرعه اللي هو الدوز اللي هو 25، عايز المسافه، يبقى الار 2 المسافه او الديستنس هتساوي كام؟ 64 الجذر التربيعي بتاعها هتبقى 8، يبقى الاجابه بتاعتي 400 في 4 مش في 2، 400 في 4 على 25 هتديني ايه؟ 8 كام؟ 8 متر في الايه؟ اللي هو توصلني للجرعه دي. بيقول لي هنا عندي مصدر كوبالت 60، الشدة بتاعته الـ A يعني 20 كيوري، بيطلع فوتونات بطاقتين مختلفتين، واحد 1.17 وواحد 1.33، بتفرق تساوي نسبة تفرق كاملة 100%. عايز أحسب معدل الجرعة المكافئة عن سفور المصدر، سفور كلمة سفور زي ما قلنا احنا عرفناها اللي هي إنه المصدر مش موجود إيه؟ إن هو ما فيش حواليه إيه؟ درع. تمام؟ من سفور المصدر على مسافة مترين، يبقى معدل الجرعة اللي هو الـ AD أو الـ تمام؟ بيساوي التاو أو المعامل بتاع جامع على مسافة 1 متر اللي هو ناتج عن ميجا بالميجا ميجا بكرل، تمام؟ في المعامل بتاعي على إيه؟ على مربع المسافة. طب أنا عندي هنا الشدة بتاعتي 20 كيوري، هعمل إيه؟ لازم احولها لمين؟ لميجا بكرل، تمام؟ احولها لميجا بكرل هتبقى كام يا باشا؟ اه 74، دي 74 47 و4 من 10 مايكرو سيفرت لكل ساعه، هنشوف. طيب اول شيء انا هقول ايه؟ هقول معدل الجرعه بتاعي انا يساوي اها سبعة واربعين، سبعة واربعين عشرة في عشرة سنة ماشي، أو عشرين ضرب
37 في 10 اس عشان احولها لبكر في 10 اس 7 37 في 10 اس 9 سوري تمام عشان احولها لميجا بكر هتبقى كام؟ اي اس 74 دي تمام 74 الله ينور عليك يا رحمه 1000 37 هشيل 10 اس 6 من 10 اس 9 تبقى معايا 10 اس 3 اللي هي 3 اصفار مضروبه في 37 مضروبه في 2 بس في 20 هتبقى في صفر زياده ثاني اللي هي اللي قال عليها احمد سعيد الصح اللي هي 7 و4 من 10 في 10 اس 5 او 7 او 74 7 4 4 اصفار مش 3 اصفار يا رحمه تمام هتبقى دي كده ايه دي الشده الاشعاعيه اضربها في المعامل بتاعي المعامل بتاع الكوبالت كام 5 3 3 5 5 من 10 من 1000 0.355 اقسمها على 2 تربيع اللي هو المربع المسافه بتاعتي بالمتر تمام هتديني ايه الشده التحت بتاعتي كام 65 68 من 100 ملي مايكرو سيفر بعد كده احولها للملي اقسمها على ايه على 1000 في الجانب بالملي اي شباب طب ايه الطريقه الثانيه طب لحظه انا احسبها عشان انا برضه انا ما حسبتها انت عندها من جدول كام 2 8 20 كام علامه 2 5 6 يبقى صادق انا ما ممكن يكون كتبت اخطات فيها عادي ما فيش مشكله عندي اوكي تمام يبقى احنا هنخليها 2 5 5 ممكن يكون كتبت 3 خليت 3 5 بدل 2 5 اوكي جميل طب السؤال اللي بعده ايه؟ طب ماشي في سؤال على حاج احمد بيقول لي ايه؟ بيقول لي طب ممكن بطريقه ثانيه، ايه الطريقه الثانيه؟ حد يفتكرها لي؟ ايوه ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان انا هقول التاو بتاعت المعامل الجرعه بتاع الثابت اهداف تمام المقدار ديت بدل ما اخذه بقيمته اللي هو 2 5 5 5 2 5 6 تمام؟ اقول حيساوي اجيب كل قيمه بتاعتي من الجرعات، انا قال لي كم طاقه عندي؟ اقول تاو ده بيساوي علامه 0 1 4 2 842 من 1000 افتح قوس الشده الطاقه بتاعت مين؟ بتاعت اللي هي بتاعت الفوتونات بتاعت الكوبل وحدها لي هو في الجدول عشان تذكروني شويه بعد كده ابعت لكم الداتا شيت على الواتس احنا ماشيين تمام؟ الطاقة بتاعتي كام؟ 1.17 من 100 نسبتها كذا يبقى هضرب قيمة الطاقة في النسبة بتاعتها زائد 1.33 من 100 نسبتها كذا واضربهم هتديني نفس القيمة اللي هي علامة 2.256 اوكي؟ دي الطريقة الثانية وده هو ممكن لو هو عايز يفصل لي الشغل وغالبا ان شاء الله ايه؟ ما مش بين طب بيقول لي مؤشر النقل زي ما قال الدكتور سعد ايوه ازاي؟ والاي في علامه 42 مش 143 تقريبا 1.42 في الشده التحتي في نسبتها هو هنا خلاها لي زي ما انت قلت هنا خلاها في الاساس قال لي ايه تفرغ 100% اعتبرها الجامه بتاعت الايه المعامل بتاعها واحد الله ينور عليك جميل هنا بيقول لي ايه؟ مؤشر النقل زي ما قال الدكتور سعد لطرد ما لاغراض الحمايه يعرف على انه ايه؟ السؤال رقم 20 مؤشر النقل لطرد ما يعرف على انه اقصى معدل جرعه فعاله بالملي سيفرت على السطح الطرد الخارجي ولا اقصى معدل جرعه بالملي رم على كذا ولا اقصى معدل جرعه على مسافه 1 متر ولا اقصى معدل جرعه بالملي سيفرت لكل ساعه على مسافه متر من سطح الطرد الخارجي الشباب كله قال واحد ما عدا الحجه رحمه قالت لا حد يفتكر الاجابه الصحيحه عايزين مرجع كده يقول لنا اجابه واحد ولا دال
انا بقول والله هي الاجابه ذلك، انه اقصى معدل جرعه لطرد الحمايه من الاشعاع، انه اقصى معدل جرعه على مسافه متر من السطح الخارجي للطرد. على مسافه متر من ايه؟ من السطح الخارجي مين؟ للطرد. طيب الاجابه ذلك رقم 20. برضه ممكن نتناقش فيها لو في حاجه خطا، احنا ما فيش مشكله عندنا. لما الجزء كان مع الدكتور سعد بيقول لي هنا السؤال اللي بعديه بيقول ايه؟ التلوث الاشعاعي مشكله عصريه مش عارف تهدد الحياه البشريه، وعند حدود التلوث تتضافر الجهود ل ما في حد. والله يا احمد يا عبد العزيز ما دخلش، كله موجود، ما فيش حد عندي بالانتظار. اي قصدك يا احمد سعيد بيقول لي لا، هي المفروض تبقى على السطح يعني مش على بعد مسافه متر. والله انا راجع فيها ما فيش مشكله عندي. يبقى جابتكم الاجابه رقم واحد ماشي. طب رقم 21 بيقول لي كام؟ التلوث الاشعاعي مشكله عصريه تهدد حياه البشر، وعنده ايوه ان هو تمنع دخول المواد المشعه على جسم الانسان، امنع الحد الحد من التعرض، امنع الانتشار. انا عندي سعيد اليحيى هو اللي بحاول ادخله ويدخل ما عرفش يدخل. بعد كده يبقى الاجابه في رقم 21 هي دال انه كل ما سبق، وامنع الانتشار التعرض الاشعاعي او التعرض الاشعاعي. طب التاثيرات التي، السؤال اللي بعديه كام؟ التأثيرات التي ليس لها مستوى عتبة. إيه هي؟ أيوة لا. التي ليس لها مستوى عتبة هي التأثيرات العشوائية، اللي هي العتبة اللي هي الحتمية أو الحتمية الحادة أو المتأخرة، كلها إيه؟ يعتبر بالإجابة باء اللي هي بالنسبة لـ 22. طب مقياس الجرعة الشخصي الموصى به في المملكة اللي بنستخدمه، الإجابة 23 إجابة ذلك. اللي هو التي ال دي. طيب السؤال بعده بيقول لي ايه؟ سهل نفس السؤال، بيقول لي معايا معدل جرعه مصدر سيزيوم 137 صغير، تم قياسه ووجد كام؟ 40 مايكرو سيفرت كل ساعه معدل الجرعه الناتج منه. ما هو سمك الخرسانه اللازمه لانقاص معدل الجرعه بتاعتي؟ جميل يا عم احمد ممتاز. الى 10 مايكرو سيفرت خلال الساعه اعمل ايه؟ اول حاجه سهله، الطريقه اللي هو قلناها قبل كده، اقول والله انا اقول ايه؟ ان معدل الجرعه بتاعي بعد سمك معين، معدل الجرعه بعد سمك معين ممكن اسميه الاي اكس يساوي الاي نود او الدي يساوي دي نود، الله ينور عليك، في 1 على 10 اس ان. 10 اس ان ايه بيقول عم احمد؟ 10 اس ان، الان ده عدد انصاف الاعمار، لا دي عدد عشر سمك العشر، عدد سمك العشر، عشان هو اداني قال لي ممكن تستخدم الطبق عشر القيمه بتاعت الطبقه اللي هو التي في ال اللي هو التنسيف فاليو لاير اللي هو يساوي 15.7. لو هو راح قال لي مثال ثاني قال لي استخدم نصف العمر، اقول على 2 اس ان مش 10 اس ان. شايفين القانون اللي كاتبه عن احمد السعيد بيقول ايه؟ الدي بيساوي دي نوت في على 10 اس ان. لما هو اداني كمثال اداني سمك العشر، ممكن هو في الاختبار اساسا ما يكتبليش كلمه طبقات العشر قيمه ولا طبقات نصف القيمه، لكن يحطها لي من ورا خالص وهيجيب لك الجدول ده تمام. يقول لي انصاف الاعمار مثلا للسيزيوم والكوبالت ومش عارف ايه، كذا كذا عنصر وكذا ماده، جدول انت تختار منه تمام؟ طيب هقول ايه؟ يبقى كده هقول والله الدي دو الدي بتساوي دي دوز دي نوت في على واحد على 10 اس ان، احط اخذ ال 10 على 20 واخذ الـ بتاع الطرفين الـ الاطراف كلها، هتديني الـ n بتساوي كام؟ علامه 6 من 10 من ده ايه؟ كلمه علامه 6 من 10 ده سمك العشر، السمك بتاعي هضربه في الكام؟ في القيمه بتاعت اللي انا استخدمتها اللي هي كام؟ 15.7 تديني ايه؟ 9 ونص او 9.45 من ايه؟
سنتيمتر. طب في طريقه ثانيه الشباب ممكن نستخدمها، فاخذ الطريقه الاصعب شويه، بقول ايه معدل الجرعه بيساوي كذا كذا، بيساوي المعدل الجرعه الاصلي اللي هو الدي بيساوي دي نوت، اي اس او الاي بيساوي اي نوت، اي اس سالب ميو اكس، واجيب ايه؟ احط بدل ما كلمه ميو اقول ايه؟ 10 على عش، يبقى علامه 6 15 لين 10 على 15 و7 من 10، تمام؟ في الاكس بتاعي في السنتر بتاعي هتديني نفس القيمه بتاعت الـ ايه؟ 9 ونص. يعني اما استخدم المعادله السهله دي اللي انا اخذتها استخدام احمد السعيد، او اخذ الحاجه الاصعب شويه اقول الاي او الدي دي نوت تساوي اي اس سالب ميو اكس، الميو اشيل مكانها اقول لين 10 على الدي فاليو لاير. لو انا بستخدم النص اقول لين 2 على الايه؟ الهاف فاليو لاير نصف السمك. قال لي عايز كميه الدرع نفس السؤال. اللازمه لانقاص معدل الجرعه بتاعت السيزيوم 137 من 390 مايكرو سيفر ل 25 مايكرو سيفر. يبقى هستخدم ايه يا شباب؟ دكتور عدنان هذا السؤال يعني فيه لحظه شوي. هنا تقول ما هي كميه درع من الرصاص؟ انت تتكلم هنا عن كميه ما تتكلم عن لا هذا سمك. اي اوكي. لا لو انا عايز كميه اصلا ما ينفعش اقول كلمه كميه، لكن اقول كميه أقول لو انا عايز اقول ايه بالكتل، لو عايز احولها للايه للميو ام، تمام؟ لا دي خطا في الكتاب، المفروض اكتبها بتمشي كميه درع، اقول اكتب ايه؟ اقول سمك الدرع اللازم من الرصاص لانقاص ايه؟ معدل الجرعه من 390 الى 25. ما بستخدمش كميات، دي خطا مني انا. هعمل ايه؟ اخذ نفس القانون اللي انت اخذته بقى من شويه، تمام؟ اقول والله ان الدي بيساوي دي نوت على كان عندي انا هنا في المسافات في المعلومه عندي انا ممكن اجيب باستخدام طبقه النص. ايوه هو اداني هنا قال لي ايه الاتش اتش الهاف فاليو لاير الاتش بي ال، تمام؟ يبقى هقول ايه الدي بتساوي دي نوت على 2 اس ام على 2 اس ام. طيب الدي كام عندي؟ اللي هي 25 تساوي دي نوت اللي هي 390 على 2 اس ان، الان المجهوله عندي، هروح اقلب اودي الطرفين في الوسطين، تمام؟ ايوه الاتش فاليو رايت، احط الطرفين في الوسطين اطلع لي فيها النتيجه تحت تساوي كام؟ هتديني عندي الان بتساوي 3.596 من 100، اضربها في العدد بتاعي كام عندي كانت الاتش الهاف فاليو لاير، يعني معناها ايه؟ الان بيساوي 3.96، احنا الاربع ايه؟ اربع انصاب اعمار. طب في كام عندك نص في كام عندك نص نص السم اللي هو 65، اضرب القيمه دي اللي هي 3.96 في 65 من 100 تديني كام؟ بيقول لي 2.75 او 2.57 سنتي، 57 من 100 سنتي، يعني 2.6 من 10. يبقى السمك اللي هيقدر يقلل الرصاص للعش للقيمه بتاعتي 25 مايكرو سيفر في الساعه محتاجين 2 سنتي و6 من 10 ايه؟ مللي. طب وما هي المسافه اللازمه لتحقيق ده في غياب الدرع؟ يعني ايه في غياب الدرع؟ يبقى انا عندي الجرعه بتاعتي كانت كام؟ الجرعه بتاعتي عندي معدل جرعه 396 ده الـ 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 الاصلي، وعايز توصل ل 25، يبقى هقول ايه؟ ار 1 دي 1 تربيع يساوي ار 2 دي 2 تربيع، ار 1 بكام كانت عندي؟ ب 390 على لما اقول في غياب ايوه مين بيتكلم؟ لما اتكلم اقول في غياب الدرع يبقى هعمل ايه؟ يبقى بعتبره على بعد مسافه 1 متر من مين؟ فين احتاج اجيبه؟ امل حد بيتكلم؟
لما اتكلم بقول والله انا في غياب الدرع بقول المسافه بتاعتي 1 متر. طيب يبقى عندي 390 في 1 يساوي 25 في دي 2 تربيع المجهول عندي، يبقى دي 2 تربيع هتساوي 390، الجذر التربيعي 390 على كام؟ على 25. هنجيب الحاسبة حتبدا حوالي ولا نور عليك 4 متر، اوكي. طيب هنا بيقول لي ايه؟ عند التعرض لجرعة إشعاعية تفوق العتبة. تفوق العتبة. الحد العتبة يعني في حدود عتبة مثلا زي الإريثما، زي مش انهيار الجهاز العصبي، دي كلها اسمها حدود العتبة. بيقول لي خلال فترة زمنية قصيرة يسمى التعرض ده بالتعرض كذا، وتزيد حدة التأثير بزيادة كذا. هل هو بعتبره تعرض مزمن ولا عشوائي ولا حاد ولا عتبي؟ عندما تفوق العتبة، تفوق العتبة ما اقولش عليه مزمن، مزمن ده معناها ايه؟ تعرض لفترات طويلة، كلمة مزمن هيبقى تعرض مع فترة طويلة. طب عشوائي؟ عشوائي ما ينفعش، يبقى الإجابة رقم 2 أول شيء دي خاطئة عندي. حلو. الإجابة رقم باء خاطئة. طب هو مزمن؟ كلمة مزمن معناها زي إيه؟ يقول لك مرض مزمن، دايما مرض مزمن مع زمن، مع زمن طويل، فما ينفعش. يبقى الإجابة رقم 1 برضه خاطئة. طيب كده عندي الإجابة رقم 3 ورقم 4، إن هو التعرض بسميه تعرض حاد، إجابة صحيحة، أو العتبي ممكن، لكن عتبي مش. طب هو هيزيد تأثير بزيادة الجرعة ولا بزيادة الطاقة؟ تأثير بتاع أي جرعة، خلينا إحنا بنتكلم على أيوه الله ينور عليك بالجرعة. طب التأثير الناتج من الجرعة الإشعاعية بيزيد بزيادة الجرعة اللي هيكتسبها الإنسان من مين؟ من المصدر المشع، مش بزيادة الطاقة. تأثيره هتزيد بزيادة الجرعة. ليه؟ لأنه لو قدر الله معايا شخصين، واحد اتعرض لجرعة مقدارها 20 كيوري، ومصدر مشع الطاقة بتاعته 0.5 من 10 ميجا إلكترون فولت، وواحد اتعرض ل 1 من 100 من الكيوري، لجرعة مثلا مقدار الطاقة بتاعتها 1.7 من 10 ميجا إلكترون فولت، مين اتعرض أكثر؟ لا، اللي اتعرض أكثر اللي أخذ جرعة أكثر، مش أخذ طاقة إيه أكبر. يبقى الإجابة 26 هي الإجابة كام؟ الثالثة. سأجيب. فقال لي كمية من ذرات الإمريشن 241 نصف عمرها كذا، عددها كذا، أوجد النشاط الإشعاعي. دي سهلة. هقول إيه؟ النشاط الإشعاعي يساوي عدد الذرات في نصف العمر. ولا إيه؟ عدد الذرات في كام يا شباب؟ مش الـ N الـ A بتساوي N في لندا. طيب يبقى الـ A الشدة الإشعاعية لندا هتساوي N، الـ N بكام؟ بـ 4 في 10 إلى 17 في لندا بتاعت بكام؟ بعلامة 6 9 3 على نصف العمر على 4 3 2. بس هحول ايه؟ ايوه يا عم عوض، اجابه صحيحه. بس هحول ايه هنا؟ لازم احول السنه لمين يا احمد؟ احولها بالثواني. يبقى على، يبقى لمضة عندي هتساوي علامه 6 9 3 على 432 ضرب تحت، يعني ده كله تحت في القوس، عدد الايام 365 وربع ضرب 24 ضرب 60 ضرب 60. اوكي كده يا شباب؟ يبقى كده رحت جبت مين؟ يبقى كده انا جبت عندي مين؟ عدد الشده الاشعاعيه بتاعتي، اضربها في الذرات بتاعتي، في الذرات هتديني الشده بالبكر. لا 365 وربع يا احمد يا كولاد، 65 وربع و5 من 20 من 100 هتديني الشده بالبكر. اروح احول، انا ما عنديش ولا اجابه بالبكر، كلها اجابات كيوري، اروح احول من بكر لكيوري تديني 55 من 100 ملي كيوري. صعب يا شباب؟ ايوه 365، الله يفتح عليك يا احمد. ده تحت في المقام، لما انا عايز اجيب لمضه، هتبقى لمضه هتساوي علامه 6 9 3 على القيمه اللي كاتبها مين؟ احمد السعيد من تحت. طيب خلي بالكم يا شباب، دايما احنا اسئلتنا السهله هي اللي بنغلط فيها، ما بنغلطش في الصعب. ليه؟ لانك انت غالبا انت حضرتك بتركز على الاصعب، وتيجي في الاختبار تختار في الاسهل تستسهل، ما تبقاش الاختيار السليم. طيب سوري
بيقول لي بعد كده عندي كم اخذناها كميه رقم 28 عنصر من عناصر برنامج الحمايه من الاشعاع. ايه هم؟ المسافه والزمن. وغادة بتقول جيم الوحيده اللي قالت جيم، وعبك احمد بيقول باء وانا بقول طاء. اول حاجه المسافه والزمن دول من حياه اسمها ايه، مبدا الاراء. جميل. التبرير والامثله مش من من من, من مش من حمايه من الاشعاع. لا، ده ايه السبب انك انت، لا مش السبب اللي هو بيخليني ايه، ليه انت تدخل على الاشعاع، لكن عشان اعمل برنامج للحمايه من الاشعاع. قالتها السيده غاده، قالت ايه؟ قالت اني اختار الناس المؤهلين، ايوه، وادربهم واعمل عمليه صيانه وتوقيت جوده ومعايره للاجهزه بتاعتي. يبقى ده عشان عناصر برنامج الحمايه اللي انت هتعمله كمسؤول حمايه من الاشعاع لجهازك. يبقى الاجابه رقم ثلاثه. المسافه والزمن ده الاره، التبرير والامثله، والامثله لا ده حاجه ثاني، ده السبب انك انت ليه بتدخل على الاشعاع بتاعك، ليه بتمارس البرنامج. لكن عشان اعمل برنامج للحمايه الاشعاع اختار الناس المؤهلين، اختار ادربهم، اعمل لهم عمليه توكيد جوده للاجهزه بتاعتي كمعايره وكصيانه وكذا. طيب اجابه جميله. هنا بيقول لي رقم 29، قال لي في تفكك بيتا، ده سهل على الحياه، تفكك بيتا الموجبه الطاقه المتحرره تكون بشكل الطير. يا ساتر يا رب، كلها غلط. الله هنقفل الغدا ونصحى نقابلكم يوم السبت. بيقول لي في تفكك بيتا الموجبه المتحرره الطاقه المتحرره تكون بشكل طيف مستمر ولا طيف متقطع. الاجابه المتقطع دي اجابه خاطئه، يبقى الاجابه بأس خطا. طب الطاقه ايوه حجي. بالنسبه لسؤال 29 انا يعني طلعت في الاجوبه كلها، كل الاجوبه غلط، وتبريري انه كل الاجوبه غلط هو صح انه مستمر، انه الطيف حيكون مستمر وحتكون عشوائيه بين بيتا، بس مو بين النيترينيو المضاد، لا بين بيتا الموجبه والنيترينيو، لان المضاد يكون مع بيتا السالبه. كلامك صح، هو النيترينيو المضاد بيكون دائما مع مين؟ بيقول لك مع، بتقول لك مع الـ مع بيتا السالبة. صح ولا خطأ؟ يا إن شاء الله. إن شاء الله صح. كلامك صح. اللي هو بيبقى الإجابة الصحيحة أن تكون الإجابة رقم ثلاثة مثلا، بس بدل ما بيتا الموجبة مع بيتا الموجبة مع النيترونيو بس كده، مش النيترونيو المضاد. الله يبارك فيك. تمام؟ يبقى الإجابة الصحيحة أن هو طيف بيتا الموجب المتحرر يكون بالشكل الطيف مستمر وعشوائي، ويتوزع الطيف بتاعي عشوائي مع بيتا الموجبه والنيترينيو بتاعه. اوكي، بارك الله فيك. طيب بيقول لي في عمليه الاسر الالكتروني العدد بيقل، عدد الكتل يقل ولا يزيد؟ الاسر الالكتروني، طب العدد الذري، نتكلم على السؤال 30. هاي شباب، في الأسر الإلكتروني هو الإيه؟ يعني أسر إلكتروني يعني في بروتون هيجذب إلكترون من برا، هيجذب الالكترون من المدارات القريبه من النواه. جميل خالص. لما جذب الالكترون يبقى عندي البروتون هيتحول لمين؟ لنيترون. يبقى العدد الذري هيزيد ولا يقل؟ هيقل. تمام يا عم معوض. طيب العدد الكتلي هيتغير؟ يبقى الكتلي مش هيتغير، يبقى العدد الذري يقل والعدد الكتلي لا يتغير. الاجابه رقم كام؟ الاولى او الثالثه؟ الاثنين نفس الاجابه خالص. ماشي، يبقى الإجابة الأولى أو الإجابة إيه الثالثة. طيب
وحدة ثابت التفكك اللي هو مين ثابت التفكك؟ سوري سؤال رقم سؤال رقم 24 بيقول لي وحدة ثابت التفكك ايه هي؟ السكند والسالب واحد. طب تسريع المعدل بتاع النيترونات او المصادر المشعه الغير مستقره لا يمكن باي طريقه، ما حدش يقدر يسرع ولا يقلل ولا يبطئ ولا يوقفها. يبقى الاجابه رقم 3 في الاجابه في السؤال رقم 31. لقياس الفوتونات اللي هي جاما او الاكس راي محتاج كاشف يكون ايه؟ بيقول لي جيم، لانه جداره مغطى بطبقه من الرصاص وتزال النافذه. ليه؟ حطوها مع الدكتور مين؟ الدكتورين الدكتور سعد الشهري. عديت سؤال فين يا شباب؟ السؤال رقم كان مركز في الموضوع. ما انا قلت تسريع الفوتونات، لا انت اللي كنت نايم وصحيت دلوقتي. تسريع الفوتونات لا يتم ايه؟ لا يمكن باي 31 لا يمكن باي طريقه فيزيائيه او كيميائيه. هي كانت بتشرب شاي فايز قهوه ورجعت الحمد لله لحديتنا حتى كانت جابت كوبايه قهوه لينا. طيب السؤال رقم 32 عشان اقيس الفوتونات محتاجه ايه؟ كاشف تكون ايه؟ النافذه بتاعته ايه؟ جيم، انه يكون مغطى بطبقه من الرصاص عشان ما يطلعش مني، وفي نفس الوقت النافذه بتاعته لو كان فيه في النافذه الموجوده فيه بحركها بزيدها وحطيها مع الدكتور سعد الجيري كويس. طيب لقياس النيترونات الحراريه اللي هو الاجابه كام؟ اللي هو السؤال رقم 33 يا شباب. بردي دال جميل. 33 يبقى انا محتاج كاشف بالنيترونات الحراريه، لازم يكون في ماده الايه؟ ثالث بروبيل دي الكلور. طيب السؤال رقم 34 لقياس النيترونات السريعه هعمل ايه؟ عندي كاشف، مش عارف انتوا ركزتوش في اول محاضره في العملي، لو كان كاشف كده في ايه بالونه كده حواليه، بيبقى من داخله عنصر حاجه تخلي ايه؟ نحولها النيترون حراري. عشان احول النيترون حراري محتاج احول ازاي عم احمد سعيد ولا عم امل الدرمي؟ احولها ازاي؟ احول بالنيترون حراري اعمل ايه؟ اخليه يصطدم بمواد ايوه فيها هيدروجين تتحول لنيترون حراري، اقدر ايه؟ اقيس او شمع بروبين. تمام الله يفتح. يبقى الاجابه في السؤال 34 الاجابه باء، ماء او شمع. تمام في 35 افضل المواد عشان اعمل فيها خفض لطاقه النيترون، قلنا عليها الاجابه رقم ايه؟ الف، اللي هو المواد الغنيه بالهيدروجين زي الماء او شمع الايه؟ البروبين. جميل. طب 36 الوضع الهندسي اللي اتكلم عليه الدكتور سامي الشهري اول سامي الحربي اول محاضره دخلتها والله يا حبيبي. الاجابه تكون ايه؟ انه لازم تكون المسافه بينهم مسافه كبيره عشان اقدر، انه المصدر تكون نقطي عشان اقدر اقيسه، انه الكاشف يكون صغير جدا، وبالتالي جميع ما سبق الاجابه اللي هي الصحيحه. طب 37 ايه هو السؤال؟ بيقول لي الجرعة الفعالة للعاملين المهنيين سنويا هي كام؟ 20 2 الإجابة 2 20 ملي سيفرت خلال ايه؟ خلال السنة. طب المسؤول عن وضع السلطة المستويات المرجعية سؤال رقم 38 من؟ في 38 غادة بتقول لي مسؤول الحماية هو المسؤول عن وضع ايوه، واحمد بيقول دال. اول حاجة اللي بحط المستويات المرجعية اللي هي السلطة المختصة سواء في المملكة اللي هي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في العالم اللي هي ايه؟ وكالة الذرة او الطاقة الذرية. تمام؟ يبقى السلطة المختصة هي اللي بتحط المستويات المرجعية. طب في ايه؟ قلنا احنا خدنا حاجة مش متذكرة. الاي اي اي. تمام الله يفتح عليك. طب لو انا عايز ايه؟ افضل ماده قال لي في السؤال 39 لعمل درع من جاما، اخذ الرصاص او اي حاجه ثقيله عندي. طب لو ما كانش كاتب الرصاص اختار مين يا شباب؟ لو انا ما عنديش الاجابات كانت فيها لا يا احمد ابرادي ما فيش ماء. لو ما كتبش الرصاص اختار ايه؟ اختار خرسانة ولا الحديد ولا الماء؟ لو انا في السؤال رقم 39 غاده بتقول
خرسان، واحمد بيقول خرسان. احنا في اختيار جامعة دائما او الاكس راي بختار حاجه تكون ثقيله، فبالتالي الافضل عندي في السؤال رقم 9 يبقى الافضل عندي راح اختار ايه؟ الاثقل شويه، الكثافه اكثر، اللي هو الحديد. تمام، لو ما فيش رصاص مش الحديد كثافته اكبر من كثافه الخرسانه، فبالتالي هتبقى الحديد افضل. لو انا بتكلم على نيترونات يبقى هختار ايه؟ هختار الخرسانه هي اللي تبقى درع. تمام، مش هختار الميه، مع ان الميه فيها ميه فيها هيدروجين اكثر، عشان احط درع ميه ماء حواليه مش هينفع، لكن درع خرسانه حواليه المكان مات. لو انا ما عنديش، لو انا عندي ده في سؤال برضه نفس السؤال بيقول لي اشرح لكم الدكتور، بيقول لك انت لو عندي افضل ماده لعمل درع من الاشعاعات جاما والنيترونات اختار ايه؟ في نفس الاجابه دي سؤال 39 بدل ما قال لي درع اشعاعات جاما قال لي درع من اشعاعات جاما وجسيمات النيترونات اختار ايه؟ جميل يا احمد، اختار خرسانه. حتى لو الرصاص مكتوب يقدر يختار، لو اخترت الرصاص يبقى اجابه خاطئه. ليه؟ لان الرصاص مش هينفع لمين؟ للنيترونات، فبالتالي الخرسانه هتحمي فيها هيدروجين، هتحميني من النيترون وهتحميني من الجاما، وابتدي ايه اغير في السمك بحيث ان يبقى السمك مناسب عندي. دكتور عدنان عندي سؤال، السؤال نفس هذا السؤال يقول افضل ماده لعمل درع اشعاعات جاما، يعني انت تبغى ماده واحده عشان جاما، لو اخذنا الرصاص بتطلع لي بيتا صح ولا لا؟ ايه؟ لو اخذت الرصاص في سؤال 39 اللي عندك هنا افضل ماده لعمل درع اشعاعات جاما. لو اخذت الرصاص بيطلع لي اشعاعات بيتا صح؟ يطلع قصدك مع جاما يطلع بيتا؟ ايه راح يتفاعل مع الرصاص جاما ويطلع لي بيتا. لا بس هو الافضل بالنسبه لاشعاع جاما اللي هو اي حاجه كثيفه، اكثر حاجه عندي دول ليها كثافتها عاليه هنا عندي الرصاص، فهتبقى الرصاص هو الاجابه الصحيحه. بس ما اقدر قصدي استخدمها لحالها، اذا تبي تستخدم شيء لحاله ما تستخدم الرصاص، تستخدم الخرسانه بس تحط الثقل لحاله. ما هو لو لحاله بيبقى الرصاص غالبا احنا عندنا في المصادر الرصاص ووراه حاجه ثانيه فيها زي خرسانه او زي مثلا شمع او مواد تحميني من بيت الناجه ثاني. هنا ما قاعد يقول لي في شيء ثاني، يبغى شيء واحد. عرفت هذا قصدي؟ والله شيء واحد واحد انت عايز تقول، ما انت ممكن حتختار مثلا انت اخترت الخرسانه تمام؟ ايوه على اساس انك انت عايز تحميني من اكثر من حاجه بس حيبقى حسب السمك. ايوه فهمني؟ يعني حسب السمك بتاعي حتزود السمك في الخرسانه. لكن احنا عامة اي فوتونات الاجابة الصح اللي هو حيختارها لك اللي حيقول لك عليها هو في المدينة وحيختارها هو حيختار الرصاص. لكن اجابتك انت في العمل في الحياة العملية عندي انا بعمل بالخرسانة. للحماية عندي بعمل بالخرسانة، ممكن ابطنها بالرصاص. معايا انت؟ ايوه يا دكتور تمام. تمام ماشي. طيب لو انا عندي السؤال كام احنا؟ النيترونات السريعة يفضل استخدام درع من ايه؟ اللي هو 40. من المية خلاص انت قلت انا سيبك من الاسماء، لو انا اخترت الاسماء مش هختار حاجة فيها رصاص ولا رصاص كذا يبتدي الخطأ. طيب يبقى عندي طيب الماء والخرسانة كلكم اخترتوا الايه الميه اللي هي سمكه 100 سم هتبقى افضل من ايه؟ لان هتبقى فيها نسبه الهيدروجينات عاليه هتبقى ايه؟ يبقى افضل. طيب السؤال رقم كام؟ 41 قال لي عند دي اخذتوه مع الدكتور سعد الدولي، عند نقل الطرود المواد المشعه بالبريد لازم اخفض المستوى بتاع الاشعاع المباع على سطح الطرد الى كام؟ نص القيمة ولا واحد من مية ولا مش لازم ان انا اخفض؟ الاجابة الاولانية صح. لا ليه اربعة واحد واربعة؟ واحد واربعين هو الف صح، ان اخفضها الى عشر القيمة. جميل كده. طب 42 بيقول لي وحدة الاشعاع التقليدي اللي قلناها قبل كده اللي هي الف الكيوري. رقم 43 قال لي تعتمد كواشف الفوتون على مين؟ على الطاقة بتاعتي عشان اعرف اكشف عليه، لان لو طاقته عالية يبقى محتاج تأثير معين. الابعاد بتاعت الكاشف المستخدمه ولا طبيعه ووضعه طبيعه المصدر ذاته، يبقى الاجابه الثلاثه ايه؟ الاجابه الرابعه هي الصحيحه اللي هي دال.
قال لي تم قياس عمل مسح اشعاعي بمعدل كذا من مسافه متر ما هو جرعه على كذا. دي خدناها دكتور السؤال ده سهل اللي هو بيقول لي ايه انا عادي اجيب المعدل الجرعه بتاع الاي بيساوي اي نوت الار بتساوي دي 1 تربيع او 1 دي 1 تربيع تساوي ار 2 دي 2 تربيع. منها اقدر اجيب مين؟ اجيب قيمه القيمه بتاعتي اهي اللي هي 32 اها الشده بتاعت اللي عندي. هو بيقول ايه معدل جرعه 32 ملي سيفر، عايز اعرف معدل الجرعه على بعد 48. يبقى المعدل الجرعه الاولاني الاي 32 مضروبه في الدي 1 ب 1 بخليها ب 1 على 48 تربيع ادتني معدل الجرعه بتاعتي على على كام؟ على مسافه 2 48 متر. كم طلعت لي؟ طلعت لي علامه 0.13 138 من 10000 ملي سيفر لكل ساعه. عايز الجرعه دي بكام؟ بالرم وبالمايكرو. بالمايكرو هشيل الملي واضرب في 1000 يبقى هتساوي كام؟ بالمايكرو هتساوي 13.8 من 10 مايكرو عشان ضربتها في 1000. طب عشان احولها للرم مش قلنا الواحد سيفر تساوي كم رم؟ تمام يا احمد. الواحد سيفر تساوي كم؟ مش الواحد سيفر تساوي 100 رم. يبقى بالتالي الملي سيفر الملي سيفر تساوي كم رم؟ يساوي 1/10 رم. اضرب القيمه بتاعتي واجيب منها زي ما ايه؟ زي ما جبتها قبل. صح. قال عندما يراد الوقايه من النيترونات. ايوه تمام يا عم احمد. محتاج ان انا استخدم اسلوب تهدئه للنيترون بماده غنيه بالايه؟ بالهيدروجين، الاجابه الاولانيه. طيب عند نقل مصدر نيترونات من الامريشيوم بريليوم. اصبح هذا المصدر بسبب حادث حصل حادث انه بدي سافر بره الموضع بتاعه. تمام. قال لي عندي شريحه من الصلب. احمد بيقول 2 3 4 شريحه من الصلب 5 سم 4 سم، شريحه من الرصاص 4 سم، شريحه من الكادميوم كذا، شريحه من البولي اكسيدين كذا، البلاستيك كذا. اول شيء انت محتاجه يا باشا بدل مصدر من مصادر النيترونات عايز تعمل له ايه انت؟ عايز تحول الاول اربعه. الله ينور عليك. الاول اربعه، اختار اربعه. جميل. اللي هي مين؟ حاجه فيها الهيدروجين البولي اكسيدين. ما فيش حد عندي فيه بولي اكسيدين غير الهيدروجين. جميل. بعدين عايز تختار ايه؟ عايز الهيدروجين ده حوله لي لنيترونات حراريه. رحت بعد كده اخترت الكادميوم، حول ايه؟ حماني من نيترون الحراري. جميل. يبقى رقم ثلاثه. بعديها بختار حاجه ثاني، شريحه من الصلب او الرصاص. يبقى هختار الصلب عشان اختار الحاجه اللي هي سمكة الكثافتها اكثر. يبقى الاجابه رقم ثلاثه اللي هي 4 3 2 يعني كادميوم سوده بولي اكسيدين او شمع بارافين، بعدها كادميوم، بعدها رصاص. الاجابه رقم ايه؟ الاجابه رقم ثلاثه. قال التدريب الكافي للعاملين الناس اللي شغاله عندي عشان ادربهم. مين مسؤول عنها؟ مدير المنشاه هو المسؤول، هو الناس تتدرب عنه. قال لي معايا مصدر مشع موضوع على مسافه كذا، خدتها مع الدكتور سامي الحربي طبعا المسائل دي. قال لي النشاط بتاعه 1 مايكرو كيوري، اروح احوله لاشيل كلمه مايكرو 10 سالب 6 واشيل مكانها الكيوري 37 في 10 اس 9 هيديني كام؟ 37 كذا القيمه بتاعتي بالايه؟ بالبيكي. عايز موضوع على مسافه من الكاشف 5 سم اللي هي الار كابتل. تمام. المساحه الدائري الحساس نص القطر بتاعه 2 سم. تمام. عايز ايه هو؟ اوجد الزاويه المجسمه. طب الزاويه المجسمه اللي هي بتساوي كام يا شباب؟ انا ما حليتوش السؤال ده. الزاويه المجسمه بتساوي كام؟ حد يفتكر يقولها لي؟ حتى مش بتساوي ايه؟
يا شباب الخير اللي هي الأوميجا اللي بتساوي إيه؟ بتساوي مساحة السطح. أيوة بحاول اكتبها لأحمد سعيد. الآر كابتل والآر سمول تربيع. آر كابتل تربيع على آر سمول تربيع مضروبة في كام؟ 4 آر كابتل تربيع على آر سمول تربيع. وشلنا الباي مع الباي مش إحنا بنا الشدة الزاوية المجسمة تحت اللي هي عبارة عن كون اللي هو عبارة عن قمع مثلا زي القمع اللي إحنا بنستخدمه تمام؟ اللي هيساوي مساحة سطح الإيه؟ المسافة مربع مساحة سطح الكرة. مساحة سطح الكرة تحت عبارة عن كام؟ أيوة الآر 5 اللي هو عبارة عن نصف قطر اللي هو 4 باي آر تربيع. 4 باي آر تربيع مساحة سطح الكرة على مساحة سطح مين يا باشا؟ على مساحة سطح الكاشف اللي هو باي آر تربيع اللي هو آر 2 تربيع. يبقى هتساوي كام؟ الأربعة آر كابتل تربيع اللي هي 5 سنتي على الآر تربيع اللي هو سمول والباي شاحط تحت مع الباي ودت التيمة. جميل نفت عليك. طب بيقول هنا مصدر إيريديوم الراديوم 192 شدته 185 جيجا بكرل ومعامل الشدة على بعد قدم من المصدر الـ RHM اللي هو 55 رم لكل كيوري على متر لكل ساعة على المسافة الآمنة. عايز أعرف الشدة دي طبعاً تكون محل التوش. عايز أعرف المسافة الآمنة لوضع كوردون آمن. طبعاً ده السؤال ده تبع بجماعة بتوع مين؟ بتوع التصوير الصناعي الإشعاع. إيه هيعملوه؟ قال لي الشدة التحتي بيقول لي هيحل حد بيحل فيه قال لي الاكتيفيتي او الشده تحت اللي هي 185 جيجا بكرل وكلمه الار اتش ام بالذات الجواب مش الجواب 48 48 الاجابه رقم باقي يا عيال. ايوه علامه كامسه نشوفها ايوه علامه زير واحد واحد من 100 الاجابه باقي. في الاجابه في 49 بيقول لي الشده كذا عايز اعرف معامل الشده عايز اعرف المسافه الامنه. هو بيقول لي اول حاجه عايزها يعملها احول الكيوري احولها لايه الشده التحت دايما بتبقى هنا عندي بالايه بالبكرل او بالمية بكرل. هنا لكن عايز المسافه عايز المسافه بعدين. طب ما هو حد متخيل هو السؤال اصلا يا حاج احمد يعني ايه؟ هو بيقول لي عايز المسافه اللي نور عليه. طيب اول حاجه بيقول لي انا عندي مصدر شدته كام؟ انا ما قال لي هو الاريديوم مثلا 192 قال لي شدته 185 جيجا بكرل يعني 185 في 10 اس 9 بكرل. جميل خلاص معامل واحد ثاني بس اداني حاجه. طبعا هو دي بيجيبها دايما في مسائل ارامكو الشباب اللي داخل اختبارات ارامكو بيروح يقول لهم يقول بس معامل الشده عندي كان كام؟ كان معامل الشده يساوي 55 من 100 لمين؟ لكل كيوري لكل كيوري لكل ايه؟ كيوري. بالتالي لازم احول الشده من بكر لمين يا باشا؟ لكيوري. فاكرين احنا لما كنا بناخدها المثال نفسه خدناه معايا انا لازم احول الكيوري كنت بحاول العكس كنت بقول لك المثال بديك القانون وده اللي هو السؤال ده بقوله بتاع ارامكو المثال كان بيدوني في القانون راح يقول لي ايه؟ يقول لي لا حول لي الشده بالميجا بكرل الشده بالميجا بكرل عشان بديك المعامل اللي احنا خدناه مثلا في الكوبل بالميجا بكرل. هنا قال لي لا هنا الار اتش ام الار اتش ام اهي عايز ايه؟ اروح احولها اقول ايه؟ الار اتش ام بتاعت دي رم لكيوري على بعد متر لكل ساعة رم كيوري على بعد متر لكل ساعة ار اتش ام بتساوي رم لكل كيوري كل شدة يعني ايه المصدر بتاعي ده كل واحد كيوري منه كل واحد كيوري منه على بعد متر منه يعني عندي المصدر موجود على المكتب عندي كده انا على بعد متر منه
ووقفت قعدت ساعة الأور هيديني كام؟ كل كيوري هيطلع لي 55% ريم. جميل. يبقى أول سؤال أعمل إيه؟ أروح أغير البكرل دي، الجيجا بكرل دي أخليها كيوري عشان السابت بتاعي كان بالمين؟ بالكيوري. يبقى هقول إيه؟ المية 185 في 10 أس 9 عشان أحولها للبكرل هتبقى تساوي كام؟ 185 جيجا بكرل، يعني 185 أها في 10 أس 9 عشان كده بكر. أشيل البكر، البكر قيمته بكام؟ القيمة البكر أقسم على 37 في 10 أس 9 عشان يتحول لكيوري، هروح يديني 5 كيوري الشدة الإشعاعية بتاعة مين؟ بتاعت المصدر ده. يبقى المصدر ده بيطلع كام يا شباب؟ بيطلع 5 كيوري شدته، ده الشدة بتاعته. طب المعامل بتاعي كام؟ بيقول لي معامله 55، معناه ان المصدر ده هيطلع كام؟ اضرب في المعامل الخمسة في الخمسة وخمسين هيديني كام يا شباب؟ يديني 2.7 رم لكل ساعة. يعني انا لو قعدت لا قدر الله جنب المصدر مدة ساعة على بعد 1 متر يديني شدة مقدارها معدل جرعة مقداره 2.7 ايه؟ رم. طيب قال لي عايز ايه هو؟ قال لي بالتالي هتلقى هحولها ملي ده كده ايه رم، عشان احولها للملي رم اضربها في 1000 طبعا هتبدا عندي 2750 ملي رم لكل ايه ساعه. دي اول حاجه عرفتها، ان انا عندي بدام المعامل بتاع الدهون بالرم وبالكيوري احول الشده للكيوري. بعد ما حولت الشده للكيوري لما ضربتها في الار ام ده في الار اتش ام اللي هو معامل معدل الجرعه ومعامل معامل جامع النوعي. اوكي، انا في المسائل اللي انا اخذتها واخذتها في مثال من سابق من شويه في نفس الاختبار اخذتها عن طريق مين؟ عن طريق بالبكرل بالميجا بكرل، تكون الشده بالميجا بكرل. لكن هنا قال لي لا، راح قال لي طب انا المعامل احوله لك خلوك بالكيوري وطلع لي الناتج بالرم. اروح اطلع حول الشده للكيوري تطلع لي عندي معدل الجرعه بدل بالملي سيفرت او الميكرو سيفرت تطلع لي بالملي رم 2750 ملي رم. طيب عايز ايه هو؟ طب عايز المسافه الامنه للكردون. يعني ايه؟ عايز يشوف الشده الاشعاعيه بتاعتي اللي تديني ايه؟ المسافه الامنه بتاعتي اللي هو يخلي الشده المعدل الجرعه اقل جرعه. المعدل الجرعه الامن اللي هو بالنسبه للجمهور عندي هيبقى 75% كم ملي رم لكل ساعة. 75% ملي رم لكل ساعة. يبقى عندي الـ I1 أو الـ R1 D1 تربيع يساوي R2 D2 تربيع، أي زي ما بتكتبه بأي رمز بتكتبه هيساوي كم؟ الـ R1 بكام؟ بـ 2750. الـ D بتحت بكام هنا يا شباب؟ مش هنا في المثال بيقول لي إن الـ RMH على كل متر، يبقى الـ D بتحت بواحد. اول مسافه عندي بواحد، هو عايز الدي 2 المجهوله عندي، يبقى هقول له الاي 2 الامنه بالنسبه للجمهور اللي هي 75% ملي رم، تمام؟ اللي هتبقى 7.5 لو حسبتها حاج احمد ولا يا شباب هيضربها عشان احولها للسيفر او مايكرو سيفر هتطلع 7.5 مايكرو سيفر لكل ساعه. جميل كده؟ طب بعد كده ده اللي هي الامنه بالنسبه للكردون. اقول الدي 2 هتساوي الاي 1 اللي هي 700 كم؟ اللي هي 2750 ملي رم، تمام؟ على الدي الار 2 الاي 2 بكام؟ ب 75، واجيب الجذر التربيع بتاعها هتطلع لي كام؟ المسافه بتاعتي كام؟ حوالي 60 ايه؟ 60 متر يديني الامان في المكان ده. المساله دي مش في الاختبار، في الاختبار احنا دايما ما بنستخدمش الايه؟ الجزئيه دي، لكن الجزئيه دي دايما بتيجي معايا في مسائل ارامكو، البيت في الاختبار ان شاء الله رقم ايه؟ ارامكو. هنا بيقول لي ايه؟ معايا مصدر اريديوم 192، تمام؟ ومعادل الشده بتاعته كذا كذا، هو نفس السؤال بالظبط ما فيهوش ايه؟ اختلاف، بس الاختلاف هيكون في ايه؟ التي كام يا شباب؟ انت جبتها قلت 101، ماشي مش مشكله، ممكن يكون انا في حساباتي في اخطاء، ما في مشكله. احمد بيقول لا مش 60 متر، لا 113 متر، ممكن تعدوها وتشوفوها عادي. هنا بيقول لي ايه؟ معايا مصدر الشده بتاعته
2500 انت قلت اجابه 50 تمام 50 طلعت كم؟ بيقول لي معايا مصدر اشعاعي الشده بتاعته 2590 اوكي 2590 جيجا بكرل ومعامل الشده على بعد قدم من المصدر على بعد قدم من المصدر القدم اللي هو يساوي كام يا شباب؟ اللي هو حوالي 30 سم تقريبا وبس تمام؟ القدم دي دايما برضه بيستخدموها الشباب بتوع مين؟ اللي هو بيستخدموها غالبا مسائل ارامكو والجزء القديم بتاعنا اللي هو بيستخدم ايه؟ يستخدمش بكر بيستخدم القياسات القديمه يروح يستخدم كيوري ويستخدم ايه؟ الفوت او القدم تمام؟ على بعد هو قيمه 5.9 ملي رم لكل كيورو على بعد متر على بعد قدم من لكل ساعه. عايز اعرف المسافه التي يتلقى العامل فيها جرعه ما تزيدش عن 3 ملي رم لكل ساعه. اقول ايه؟ احول الشده بتاعتي لو كان عندي بالبكرل او بالجيجا بكرل لازم احولها للكيوري. يبقى هحول اخليها للكيوري اقول ال 37 كذا بالقيمه بتاعتي هتديني الشده بتاعتي بتاعت المصدر بتاع الاريديوم 70 كيوري. طيب ال 70 كيوري دي اضربها في المعامل بتاعي اللي هو 5.9 يديني الشده معامل الجرعه على بعد واحد قدم على بعد واحد قدم. هو عايز يعرف الجرعه على بعد الجرعه المسافه على جرعه كذا، اروح اقول له الجرعه بتاعت 90 الاي 1 دي 1 تربيع او ار 1 دي 1 تربيع على ار 2 دي 2 تربيع. هنا طلعت لي الكام لما ضربتها في المعامل بتاعي طلعت كام؟ 4313 ملي رم اللي عملتها بالملي رم. هنا كان عشان لازم احول كل الجرعات بتاعتي. هو اخذ الجرعه عايز جرعه ما تزيدش عن 3 ملي. فبالتالي هنا كانت الجرعه طلعالي بالرم حولتها بالملي رم اديتني القيمه اقول الدي 2 هتساوي اي 1 اللي هو 4313 على الثلاثه القيمه اللي انا عايزها تمام. واخد الجذر التربيع بتاعي هتديني القيمه بتاعتي حوالي 111 زي ما بيقول احمد ايه 113 متر. والله يا شباب اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا شيء من اللي انا اتكلمنا فيه. الاختبار ده سهل خالص انا ما جبتش اختبار صعب او يعني ده منه كان اسئله كانت موجوده في الايه في الاختبار بتاع المره اللي فاتت. يا شباب سامعيني؟ اقول لي سؤال غالي. دكتور الحين في جاما يعتبر مميز للنظير ولا للعنصر الاساسي؟ وكمان التحول الداخلي. جميل سؤال حلو. طب لحظه انتم شايفين حاجه ولا مش شايفين شيء؟ بتقولي جاما دي مصدر غادر بتقول هل جاما دي تعتبر مميزة للعنصر اللي هو الأم النظير الأم ولا مميزة للابن؟ مفهوم الجزئية دي يعني فاهمين مش انا عندي يعني انا عندي ايه؟ جاما دي بتبقى مجموعه لمين يا شباب؟ مش مجموعه مش عارف بتقول الابن واحمد يقول الام احنا لازم نجيب ايه؟ تحليل الدي ان ايه هو اللي يثبت لنا الكلام ده تمام؟ مش انا عندي جاما دي بتبقى مجموعه من الفا او بيتا صح؟ الفا لو كانت الفا هي وطلع هتبقى نظير لمين؟ بصمه لمين؟ للام. طب جاما اللي طالعه دي لو طالعه ورا الفا هتبقى نظير لمين؟
يعني انا بعد ما طلعت عندي محلة الفا طلع وراها جاما. هتبقى نظير للام. طب لو كانت طالعه ورا بيتا. بيقول لك احمد للوليد. لو ورا بيتا. مش الفا لما طلعت اتحركت خلاص هربت من مكاني. اتحولت المادة او النظير المشع بتاعي سوري. اتحول لنواة جديدة. مش فقدت اثنين بروتون واربعة كتلة. تمام؟ حتى لو 10 أس مليون من الثانية. النتيجة بتاعتي ان جامعة اللي طالعة بتطلع تعرف النواة النواة الوليدة الناتجة عندي. النواة النتيجة الوليدة الناتجة عندي بعد ألفا. تمام؟ نفس الشيء بيتا لما طلعت بيتا. حصل السالبة أو الموجبة. لو السالبة هتبقى إيه والموجبة هتبقى إيه؟ لو بيتا السالبة حصل تغيرت هتتغير فيه عندي إيه؟ في نيترون يتحول لبروتون يتحول لنواة جديدة. برضه الجامعة هتطلع بتبقى دائما مميزة للعنصر النواة الوليدة. لكن إحنا بنيجي في الطبيعة. أنت قستي قلتي والله إيه؟ إن أنا عندي الكوبالت 60 أو السيزيوم 137 تمام اللي أنت بتستخدمه في الشغل بتاعك. تمام؟ لما استخدمته السيزيوم قبل ما يطلع لي الجاما كان مطلع بيتا وتحول لمادة ثانية لعنصر آخر. والطبيعي إنه العنصر ده هو بيميز لي مين؟ بيميز النواة الجديدة مثل العالم. تمام؟ لكن أنا بروح أقول إيه؟ كاعتماد بنقول لا والله احنا النواة دي اللي طالعة دي عندي هي عبارة عن مين؟ تميز مين؟ تميز النواة الأصلية اللي هي 137. يعني بنقول ان الطاقة اللي نتجت من 137 في جامع تميزها، لكن هي لا، هو تميز الابن، تميز النواة الوليدة. السؤال الثاني بيقول التحول الداخلي، ايه هو التحول الداخلي؟ التحول الداخلي انه هو يكون عندي طاقة في النواة من الداخل تروح تعمل ايه؟ تطلع الطاقة لبرا وتخلي الالكترون يهرب ويمشي، ولا بتعمل ايه بالضبط؟ ايه هو التحول الداخلي يا شباب؟ ايوه التحول الداخلي انه هو يكون في طاقة طلعت بأي صورة من الصور تمام؟ تصطدم بالكترون من المدارات الداخلية عندي يسيب المرة الذرة ويهرب. أول ما ساب الذرة هيحصل إيه؟ ناتج عندي الكترون هرب. الكترون من داخل الذرة يحصل له عملية إيه؟ ينتقل من مدار لمدار ثاني المدار الأصلي بتاعه ويطلع لي أشعة إكس راي إيه المميزة. يطلع لي أشعة إكس راي إيه المميزة. ايه في جزء ثاني يا شباب؟ مين معانا يا شباب؟ ما شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون ايه استفدت جزء حتى لو جزء بسيط كده معانا. تمام؟ وبعد كده برضه ان شاء الله احنا لغايه لما ربنا ييسر الامور تتحدد الاختبارات متى موعد الاختبار. تمام؟ هنبدا ايه؟ هنكون معاكم ايوه عايزين هنكون معاكم ان شاء الله في اي سؤال حتى على تويتر على الواتس خاص او كذا ما في مشكله عندكم نهائي. تمام؟ لكن ايه؟ طبعا احنا لسه ما تحددش الهيئه لسه ما حددتش موعد الاختبار. قبل الاختبار ان شاء الله غالبا باسبوع مثلا ان شاء الله يعني باذن الله تعالى هنكون حاولنا ايه؟ حددنا موعد او اثنين او ثلاثه ما في مشكله عندي خالص عشان خاطر نعمل لكم ايه؟ نراجع ثاني على 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 الجهاز. المفاجأة، ايه المفاجأة دي يا شباب؟ طب ما احنا ممكن نكون ما خلصناش نهاية مشاعر.
بس الشباب نفاجئ احنا ان شاء الله هنعمل سحب حاليا على ايه؟ سحب على ايه يا شباب؟ هنعمل سحب على ونسترجع نسبة كم نسبة النجاح بالاختبار. والله احنا بفضل الله تعالى محمد يا ابن سعد على 5 مقاعد مجانية، اكيد انت منهم واحد احمد يا سعيد. جميل. لا احنا على مقعد مجاني وعلى مقعد نصف مجاني، تمام. فانا ان شاء الله دور حتى اصور ايه، هنصور لكم تمام يا شباب. يا شباب هذه هي أسماءكم. يا عائشة رضوان، تمام. ماشي. أول 20 ده عبد الله بن ابراهيم، خالد عبد الفتاح 35 43 كذا 46 47 48 50 51 مشعل بن حامد. يا شباب احنا ايه هنعمل سحب ان شاء الله. ما نشوف خلاص هنعيدها ثانيه. غاده انت غاده رقم كام؟ انت غاده رقم 15 غاده علي المالك، تمام. عائشه محمد ابو طالب ده رقم 1 لغاية أمال أمل رقم 19 أصغر 21 نواف ونايف 23 ومطلق ووليد وعبد الله بن إبراهيم وخالد. هذه أرقام كل واحد إيه الاسم بتاعه قدام الرقم. إحنا هنعمل سحب دلوقتي على الأرقام. أول واحد هيختار معانا أستاذ أوم، هيختار الأسماء بتاعتنا عشوائية هنا. أهي الأسماء الأرقام هي موجودة هنا. هنختار رقمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة بس في رقم سابق. تمام يا شباب دي الأرقام. هنعملها ها ارقامكم 51 اختار يا عمهم. هي هات اختار رقم. هي اختار افتحوا اي رقم. رقم 47 يا شباب. لسه هنشوف اسم مين 47. لحظه شوف هنا 47 سعود فهد محمد الحمداني اللي حيسترجع رقم القيمه بتاعته كامل. طب سكر هذا خلاص، هات واحد ثاني، هات رقم ثاني. يبقى سعود ارقامه كلها. ده رقم ثاني ها سبحان الله. رقم 45 45 مبارك بن عبد الله العصفور هياخذ نصف القيمه. تمام كده يا شباب؟ سكر يا اخو. هنختار اي ارقام ثانيه عشان نتاكد انه الارقام مش مكرره. اي ورقه ثانيه. بس ده مش هيكسب معانا يعني، احنا خلاص 47 و45. رقم 40 رقم 10. طب اختار اي رقم ثاني. حطه هنا.
رقم 16. اوكي شباب تمام، شكرا يا سيد. يبقى عندي كده يا شباب، مبروك عم الحاج مين ابو سعود، سعود فهد محمد الحميدان ده كسب مع هيسترجع فلوسه. يا ريت يبعث لنا ايه على الرسالة على الخاص الحساب بتاعه كامل. بعدها رقم كام؟ رقم 45 مبارك بن عبد الله العصفور ده هيسترجع رقمه، هيسترجع النصف القيمة بتاعه. يبعث لنا رقم حساب على الخاص بتاعه. شكرا. ونتمنى يا اخي المفروض اللي يحضروا كثير يبقى اللي يحضروا كثير، انت واحمد السعيد حتاخذوا اكثر، وازهار وناس كثيره. شكرا. تمام يا شباب، لحظه واحده. في شيء ثاني مش مفهوم او جزء ان شاء الله نشوفكم على خير، ونتمنى ان شاء الله يا رب ان شاء الله نكون ايه قدمنا جزء بسيط، ولو كان في اي شيء تقصير حصل من عندنا ان شاء الله سامحونا عليه. طبعا احنا انا دوك حبعث لكم على الجروب عندكم دوك الاجابات بتاعت الاختبار اللي احنا قلنا عليه. في اجابات اكيد طبعا يا احمد، يا ريت احنا هنعمل لكم، حبعث لكم دوك التورته على الواتس. تمام، كيف اقتراحات من قبل؟ اقتراحات من قبل؟ ايه غاده قالت ايش؟ انا قلت لك غاده. من جد احمد رقم واحد؟ والله صح. خلاص احمد ححاسبه بعد كده، نتقابل ونتحاسب مع الراجل اللي يبارك فيه. انا حبعث لكم على الجروب. ليه ليه زعلان من حد؟ يا غاده. ان شاء الله حبعث لكم على الجروب الجزء اللي هنتكلمنا عنه دلوقتي، وححاول ابعث لكم برضه الجزء بتاع الفورمولا شيت، هتجروه برضه باللغه الانجليزيه، هو ده اللي هو هتستلمه. وانا في اي لحظه في اي وقت اي شيء حد يسال سؤال مش عاجبه او مش فاهمه يبعث لي، بس انا قد اكون غالبا في الوقت ما بردش كثير عشان عندي مجموعات كثيره. درجه الاختبار من 70%، يعني لازم تجيب 70% من الاختبار. حد جاب 85% من السؤال ده؟ حسن ذوق الاجابات ان شاء الله يا رب. لا هو 70 زي 90 على فكره، زي 95 يعني، كلها سوا سوا. ب 12 فقره يعني كام؟ 24. حلو، 75% 76% ممتاز. طبعا احنا في الاختبار راح نتكلم عنه ان شاء الله في المحاضره اللي راح نعملها قبل الاختبار. احنا بنركز برضه على النظري مهم، لان النظري نسبته حوالي 35 سؤال يعني 70%، فبالتالي ايه محتاجين ايه نتفاهمينه كويس. يا ريت الشباب اللي قلنا عليهم احنا دلوقتي ايه سعود وعمنا الحاج مبارك الاثنين يبعثوا لنا ايه على الخاص، يبعثوا لنا الفيزا اللي هم دفعوا فيها والحساب عشان نقدر نبعثهم. لا ما انت بارك الله فيك يا غادر، تبقى ان شاء الله تجيب لنا 90% ان شاء الله. هاي مبارك عم عبد الله، مبارك بن عبد الله بعث لي الفيزا. وفي ثاني وسعود فهد وتلاقيه اصلا مش حاضر اساسا. يلا خير ان شاء الله، يلا ان شاء الله اشوفكم على خير. مجال الاختبارات يا شباب، زي ما احنا عندنا بالنسبه للمجال الصناعي عندي مجال اللي هو اجهزه القياس النوويه اللي تكلمت اذا احنا شفناها في المحاضره قبل كده عملي، اللي هي بتستخدم بيستخدموها شركات ال اسفلت، شركات التربه، المداولات، دي كلها في اجهزه القياس. اجهزه التصوير الصناعي الاشعاعي دي بيستخدموها الشركات اللي بتتعامل مع ارامكو عشان تعمل عمليه حاجه اسمها الاختبارات اللا ائتلافيه. تمام، ان هو يشوف اختبارات للتربه من غير ما ايه، من غير ما يحصل عمليه اختبارات للمواسير والبايب لكذا، من غير ما يعمل عمليه اتلاف للصناعه. الجزء الثالث برضه اللي هو بيتكلم فيه برضه كان في اجهزه القياس، ممكن يستخدم اجهزه القياس في شركات الاسمنت البلاستيك الزجاج ده كله عشان يعمل السماكه. في جزء اسمه التصوير
في مجال الاختبار اسمه النقل الآمن اللي تكلم عليه الدكتور سعد الداود، تمام؟ وده الشركات عشان يكون عندها تعمل عملية ترخيص للنقل الآمن للمصادر المشعة أو المصادر المشعة لازم يكون عندها مسؤول حماية واخد الرخصة بتاعت النقل، تمام؟ وفي جزء ثالث بيقول اسمه الأبحاث. الشباب إن شاء الله ربنا يكرم يكون جاب تقديرات وبيبدأ يعمل أبحاث في الجامعة، محتاج إن هو عشان هو هيعمل أبحاث في الفيزياء الإشعاعية محتاج يكون معاه الرخصة عشان يقدر يتعامل مع المصادر المشعة الموجودة، تمام؟ فدي اسمها ايه؟ اختبار ايه؟ الأبحاث. دكتور لو سمحت. الحين لما مثلا احدد مجال اختباري اجهزة القياس النووي او وات ايفر، هل الاسئله حتكون في هذا الجانب او حتكون نفس كذا عامه عن كل شيء؟ الاسئله بالنسبه لكل اختبار، الاختلاف في بعض المسائل. يعني ايه الاختلاف في بعض المسائل؟ انا الاختبار اللي اتكلمت عنه النهارده كان اغلبه النسبه الاكبر بتاعته كانت على اجهزه القياس النووي، تمام؟ اخر سؤالين اللي اتكلمنا عنهم اللي هي البعد عن المسافه عن المصدر وقياس الجرعه معدل الجرعه، دي اسئله بتاعت مين؟ اجهزه التصوير الصناعي الاشعاعي. الغالب المسائل في اجهزه التصوير الصناعي الاشعاعي بتبقى اكثر شويه من المسائل الموجوده في ايه؟ في اجهزه القياس النووي. لكن النظر الثالث مش هتغير. في سؤال ثاني شباب؟ شكرا ان شاء الله، وسامحونا لو قصرنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.